لا اكيد راح كل واحد راح عنده ملفات الله يخليك. يعني اليوم دكتوره حنان انبرت، ومع العلم الاطاره اني حسب قبل ما ادخل الاستوديو قالوا احنا ما مكلفين اي واحد ان يقوم بمهام المناظره هاي لحد الان، ما مكلفين اي واحد، مجرد يمكن تبرع كان او تصدي للموقف لا اكثر ولا اقل. يعني حتى انا استغربت على دكتور حنان تقول يامن لي الحمايه سلامتي يضمنها السيد. اي طيب، مو احنا عندنا دوله وانتم كلكم كنتوا بهاي الدولة وكلكم عندكم حمايات والمفروض عندكم جماهير تحميكم، يعني المفروض احنا دولة هي يعني تطلب من الدولة حمايتها. اذا الكل هسه الكل بدا تفكر بالحماية حتى بالجانب الاخر، يعني الجانب السني اكو تغريدة هم لرجل يعني قد يكون محافظ سابق ايضا يقول والله انا اريد حماية دولية عمار جبر واكشف عمار جبر، يعني ما اعرف كلها بدأت تدور حمايات لعد هذا الشعب المسكين واحنا نطلع ونروح ونرجع وهذه وكل شيء. ما بدي اقول لك